لم تكن تعلم انتصار أنها ستصبح المرأة الأولى في محافظة الخليل التي تخوض الاختبارات العملية للحصول على رخصة لقيادة الشحن الثقيل، فهي بدأت في التدرج بالحصول على رخص القيادة منذ العام 98 عندما حصلت على رخصة القيادة الخصوصي، فكانت أولى الخطوات في عالم قيادة السيارات. من أنا صغيرة عندي هواية في السيارات، كنت أهم إشي إني كنت كانت هوايتي الوحيدة إني أصير فاحص سيارات، يعني فاحص مركبات في دائرة السير. فبدأت أخذت رخصة الشحن الخفيف في 2003، بعدين عملت عمومي باص في 2010، بعدين هي قدمت في 2015 بدي أعمل شحن ثقيل وإن شاء الله وراها تريل. في شوارع الخليل تسير انتصار متنقلة بين قيادة سيارة الخصوصي والشحن الثقيل والباص، الرخصة التي حصلت عليها في العام 2010 وكانت من أوائل النساء اللواتي يحصلن على رخصة قيادة الباص والتي تمنح صاحبها قيادة سيارة العمومي. طبعا أنا معاي رخصة باص من 2010، ولما بسوق الباص بشعر بشعور كثير حلو إني أنا يعني امرأة بسوق باص في مدينة مثل الخليل، يعني مش كثير عندنا سائقات الوساط أو العمومي بالذات. بعدين أخذت شحن ثقيل أنا، هذولا بدي يعني أعبي رخصتي عشان مهنتي، يعني أنا مدربة فبحتاج لكل الرخص هذولا. في الخليل المدينة التي توصف بالمحافظة اجتماعيا لا تعاني انتصار من أي مضايقات أثناء قيادة الباص أو الشاحنة، بل على العكس فهي تحظى بدعم وتشجيع من يحيطها في هذا المجال. استطعنا أنه نعطي رخص كبيرة من الفئات الكبيرة لأكبر عدد من النساء. بالنسبة للموضوع اللي بتحكوا فيه اليوم اللي هو رخص الشحن الثقيل، رخصة الشحن الثقيل هي عهد نسبياً عهد جديد، لأنه كان يحصل الطالب على رخصة الشحن الثقيل مقابل تقديم التوريا فقط، بس اليوم بيحصل على رخصة الشحن الثقيل مقابل توريا زائد تست عملي، يعني نظري مع عملي. فبالنسبة لانتصار الحلايقة هي أول مرأة تحصل على رخصة الدرج الشحن الثقيل عن طريق الفحص العملي والفحص النظري. مراحل طويلة قطعتها هذه المرأة في عالم تدريب السياقة، مراحل وضعتها في مقدمة النساء في هذا المجال في محافظة الخليل، بل وتفوقت خطوة أخرى لتصبح أول امرأة في المحافظة تسعى للحصول على رخصة قيادة الشحن الثقيل. انتصار تحمل من معاني اسمها الكثير، أهدافها عديدة وطموحاتها مختلفة، مشكلة حالة مميزة في مجال تدريب السياقة. آخر هذه الأهداف الحصول على رخصة شحن ثقيل، رخصة ربما عصت على الكثير من الرجال. لتلفزيون القدس، محمد العدم، الخليل. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.